العبد في حياته كلها محتاج إلى الاستغفار والتوبة، إلى أن يستغفر الله ويتوب إليه، لا سيما في زمن كهذا الزمن الذي كثرت فيه فتن الشبهات والشهوات مع الانفتاح على العالم الخارجي. وسأذكر في هذا اليوم وقفات، بل أذكر بعض الوقفات مع التوبة والاستغفار في كتاب الله عز وجل حتى نعلم عظم التوبة والاستغفار. الله عز وجل يقبل توبتك مهما كان الذنب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.